مشاهدينا الكرام، اليوم في 100% جزائري كنا رح نحكيه على موضوع آخر، لكن اليوم كي خرجت صباح برا وشفت حالة الطرقات الكارثية وين باش نلحق للخدمة درت 3 ساعات بالتمام والكمال. طرقات تحولت إلى حمامات سباحة، كل أنفاق العاصمة مغلوقة بسبب ارتفاع منسوب المياه، سيارات جرفتها السيول، أزمة سير خانقة، والمشكل أنه الكارثة نتاع اليوم راهي تتكرر مع كل سقوط أمطار. علاش حنا ديما تصرنا الكوارث في مختلف الولايات ومختلف البلديات؟ قسنطينة، عنابة، وهران العاصمة، المسيلة وبشار أكبر ولايات الوطن وخاصة الولايات الساحلية، صبحت يومنا هذا في حالة كارثية. هذا كله يتزامن واليوم الثاني لاجتياز شهادة التعليم المتوسط. يعني تخيل أنت أنه تلاميذ رايحين صباح يجوزوا يلقوا الطريق مغلوقة، السيول جرفت كل ما هو في الطريق، المنازل غارقة. وين اتصل بيا بزاف مواطنين اليوم وقالوا لي رانا غارقين، أرواحوا تصورونا، السيول جرفتنا. الخلاصة مشاهدينا الكرام أنه بضع قطرات من الأمطار كشفت سياسة البريكولاج اللي راهي سائدة في مختلف الولايات. وين المسؤولين رؤساء البلديات والولات؟ وين راهي البنية التحتية اللي عندنا بزاف هشة؟ قنوات صرف صحي مسدودة، هذا إذا كانت أصلا صالحة للاستعمال. إذا مشاهدينا الكرام اليوم راح نحاولوا نتحدثوا علاش دائما نفس السيناريو يتكرر مع كل تساقط للأمطار. طبعا راح نستقبلوا اتصالاتكم على المباشر ونسمعوا منكم عن الأماكن اللي تضرت، بيوتكم، أحياءكم اللي غرقت، وتوجهوا مباشرة انشغالاتكم للمسؤولين. طبعا الرقم هو 0512-32-32-41. نروحوا نشوفوا مع المخرج يبعثنا بعض الصور، نعرفوا اليوم كيفاش كانت العاصمة، بعدها نعود نولي. يلا تفضلوا. القودرون طار يا خالتي، والله غير القودرون طار. شوف الله اكبر يا اخي، الله يجعل الخير. دونك كما شفتوا معنا مشاهدينا الكرام كانت هذه الصور اللي صبحت عليها العاصمه اليوم. دونك احنا جبنا لكم تاع العاصمه لانه رانا متواجدين هنا في العاصمه، ولكن بعدين راح توصلنا صور لباقي ولايات الوطن، وين اكيد مختلف ولايات الوطن وحسب اتصالات المواطنين بيا شهدت تقريبا نفس الكارثه. السؤال المطروح اليوم، ولو انه الصور هذه ما تحتاج اي واحد يعلق عليها، ولكن راح نعلقوا راح نذكروا لعل الذكرى هذه تنفع المسؤولين تاعنا. علاش حنا بلد الواحد
الوحيد اللي شاك فوا طيح فيه الشتاء هكذايا يتغلقوا سبع سوايع باش نلحقوا الخدمه، الناس تخسر بيوتها، الناس سياراتها راحت، وكاين اللي حتى ولادهم راحوا في هاد السيول. ننتظروا اتصالاتكم على 0516232241 باش نسمعوا انشغالاتكم. في نفس الوقت راح نربطوا الاتصال كذلك ببعض رؤساء البلديات هنا في العاصمه باش نتحدثوا معاهم ربما علاش بلدياتهم صرا لها هكذا، وشنو هو الخلل وشنو هي الحلول اللي يقترحوها مستقبلا، خاصه وانه فصل الخريف والشتاء على الابواب. دونك رانا راحين اوتوماتيكمون نشهدوا نفس الكوارث في الاشهر القليله القادمه. احنا نقولوا بعد شر ولكن الواحد يتوقع دائما الأسوأ. مباشره نروح نستقبل زميلتي ابتسام بن شعا من قسم الاخبار هكذا باش نتعرفوا على احوال الطقس معاها لليوم وربما اليومين الجايين هكذا باش بعض المواطنين يتفاداو ويكونوا على بالهم واش راح يصرى في الطقس. ابتسام صباحك سعيد. صباح الخير زميلتي ناجيه وصباح الخير مشاهدينا الكرام. بداية زميلتي ناجية، بعد ما شهدنا الأمطار الغازية اللي شهدتها الولايات العاصمة بالأخص الشرق الجزائري، نقدر نقول لكم باللي اليوم إلى طيلة نهاية الأسبوع راح نشهدوا أمطار نوعا ما راح تكون غزيرة على جل الولايات الساحلية بالأخص المناطق الوسطى كذلك المناطق الساحلية الشرقية إلى نهاية الأسبوع. دونك كما شفنا ابتسام كانت هذه احوال الطقس. ابتسام ربما بعدك شويه على احوال الطقس وراح نسقسيك كصحفيه تجيبي الاخبار والمعلومات ربما للمواطن، وكمواطنه اضطريتي انك تتنقلي من بيتكم الى مقر العمل كما صرا معايا وكما صرا مع باقي الزملاء. كيفاش كانت رحلتك اليوم؟ خليني اسميها رحله لاني متاكده انها رحله قويه. كيفاش رحلتي اليوم من بيتكم الى مقر العمل؟ رغم اني ناجيه اني نسكن في الجزائر العاصمه الا اني اليوم استيقظت على الساعة 7 صباحا ولحقت المقر العمل على الساعة 10:30 بالضبط. يعني درت تقريبا 3 سوايع. 3 سوايع في الطريق. وكيفاش كانت حالة الطرقات؟ حالة الطرقات يعني كانت مزرية، خصوصا الجزائر العاصمة قلب العاصمة، نقدروا نذكروا لويس وبيلكور شامانوف. كانوا الطرقات كلها كانت مغلقة تماما. كذلك ما نسوش انه الطريق كانت مسدودة، يعني السيركيلاسيون هذه ادت بالمواطنين يعني كان اللي تاخر على العمل تاعو، كان اللي كل واحد كيفاش كانت ظروفه. مع الاسف والله مشاهدينا الكرام نتاسفوا، يعني انه احنا ماذا بينا نجيب لكم غير الاخبار المليحه، نقول لكم بلادنا راهي مليحه، لحقنا فيت في الخدمه ريتو، ولكن راكم تشوفوا كيما احنا نضنا تفاجئنا بالحاله الكارثيه للطرقات. ابتسام قبل ما نواصلوا نروح نستقبلوا هذه المكالمه بعدين نواصلوا. الو يا السلام عليكم. الو وي السلام عليكم. سلام الحياة. نعم الحياة، شكون معنا ومن وين؟ معك أم ماليك من وهران. أم يانيس من وهران. بنت عليك أم ماليك من وهران. أم يانيس. وي مرحبا بك يا أم يانيس، قولي. حبيت نشارك معكم، حبيت نشارك معكم في الحصة هذه. تفضلي. أكيد بغيت نقول لكم احنا في وهران لحد الآن مازال ما عندناش أمطار، مازال ما طاحتش على الأمطار. طبيعة الحال. بصح في هاد لا بيريود تاع شونجمون تاع لي سيزون كيجي الخريف وهذيك الشتا الاولى اللي طيح لافواي طايح تتبلع. هو هذا تقولي علاش في عاصمه الغرب تحدي انا في بلاصه واحده اخرى كاع. اها كارثه كارثه وهران تحش. ديجا عندنا اليوم الحال شويه تغير. هيا تعرفي الناس راهو بيخوفوا غير انت ما اختاروا بيخوفوا في لي زابلوا بيحلوا فيهم ويوجدوا. باش انتم تاخذوا ثاني حذركم الحاجه اللي صارت اليوم في العاصمه بالك تقدروا تفاداوها في وهران. هذه هي الجيران كي شافوا هذيك الثالثة في الجزائر راهم هنايا راهم يحلوا في الباطل وراهم يسقوا فيهم روحهم تحت الطرقات في الحياة اللي تنادي. طيب وشنو هو ندائك اللي تحبي ربما توجهيه للسلطات في ولايه وهران هكذا باش ياخذوا حذرهم وربما يديروا لكم اجراءات استعجاليه باش ما تلحقوش الحاله اللي لحقنا لها اليوم؟ انا ندائي الوحيد للسلطات هم تشوفوا شويه هذه الاحياء، ماشي تسوقوا غير من بعد ما جيت احياء جيت شيراتون جيت شيراتون. اليوم لي زونفيرون تريك كيما احنا عندنا هنا في دائره تاع سيريا واحد ما يشوفش وطيح الشتاء وديو هنا تصوروا تكون في فصل الشتاء. ما تقولي ما نشفي دائرة تاكسينا ما نشفي وهران بالك هادوك المناطق اللي يكونوا خير منا الصغار يقراو بلي بوك يروحوا يقراو بلي بوك اللي يجيبوا راتبهم من السخين
العام اللي فات والله العام اللي قبل حتى اجتهدت كانت جهدت كثير لبسه داروا لوحه داروا واحد وبيبقى بس تاني صعب حلقه حطيك بس خرجوهم من المدرسه داروا لهم هكا بيبقى باش خرجوا هي هذه هي سلاح الغرب. ان شاء الله صوتك يلقى صدى يا ام يانيس وشكرا لك على التدخل. شكرا لك. اذا كما شفتوا معنا مشاهدينا الكرام نعاود نذكركم انه برنامج 100% جزائري كما سبق وقلت فضاء مفتوح لكم للتفاعل مباشره، الرقم راهو يظهر طبعا اسفل الشاشه. كما قلت لكم نحكيوا على الامور الايجابيه والسلبيه اللي تهمنا احنا كجزائريين. مع الاسف اليوم اضطرينا انه نحكيوا لكم على امر سلبي جدا، امر احنا تخلعنا به كي نودنا صباح لقينا السيول تقريبا جرفت كل المدينه. يلا يقول المخرج فيه مكالمه بعدين نواصله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شكون معنا ومن وين؟ من قسنطينة. شكون من قسنطينة؟ قسنطينة مواطن. مرحبا بك يا مواطن من قسنطينة وتفضل بتدخل. الله يبارك فيك. تفضل. المهم الكارثة كما شفتوها ما نحتاجش نهضروا. جبنا الموضوع هذه تاع الصحفية هذه راهي هدرت الحق على هذه تكلمنا معها. البريكول هذا تعرفوني وصلنا. يعني انا ربيو في ديارنا خافوا. احكي لنا فقط قسنطينة كيفاش كانت؟ كيفاش شهدتوا هذا التساقط؟ والله كارثة والله كارثة. كارثة واش عاد الواحد منين يشوف السحاب ركب من هي يقول كارثة وقعت. برك احنا تعودنا على الكوارث الواحد لازم يطلع الذراع برك ويو. يقول لك ما كانش هذا يسافر. وطيب في قسنطينة هل راكم تشوفوا انه السلطات المحلية عندكم المسؤولة عن هذه الامور راهي قبل كل تساقط ولا بعد كل تساقط تقوم باجراءات وين ربما تسارح البالوعات؟ المسؤولين ما تهدرش عليهم خلاص. انا كاش ما كاين مواطنين برك ينقذوا بعضهم برك. معناتها المسؤولين راهم يديروا في ليزافيرات نتاعهم روحهم شغل تخلص وخلاص. طيب تفضل بربما نداءك ولا الكاش مسؤول راهو يشوف فيك ربما ضميره يكون حي ويوجعو. والله ويسنا غير النداء نتلقاوه ما فاس فاس يوعدكم بعد يدور عليك ما اخدرناش عندي نزيدو نهضرو معاه الحاله تاعها تشوف فيها زي ما هو. نعم شكرا شكرا لك. تحياتنا لك ولكل سكان قسنطينه. كما شفتي ابتسام معي على المباشر تدخلات المواطنين سواء من وهران ولا قسنطينه يقول لك نشاهدوا نفس الكارثه. فيما يخص متصله ولايه وهران قالت لك انه مناطق الغرب لم تشهد تساقط للامطار. صحيح ناجيه يعني الامطار هذه هذا الخطر راح تتمركز بالنسبه للوسط الجزائري كذلك السواحل الشرقيه. يعني حبذا لو نقدروا نقولوا لهم المواطنين الولايات باش تاخذوا يعني حيطه والحذر تاعهم. الولايات فيما يخص المناطق الوسطى راح تكون كل من الجزائر العاصمه تيزي وزو تيبازا كذلك ولايه البوليده بومرداس ما نساوش البويره بجايه جيجل وسكيكدا. هادو فيما يخص المناطق الوسطى. فيما يخص المناطق الشرقيه كذلك راح تكون معنا المسيله برج بوريري جميله سطيف كذلك ولايه قسنطينه قالمه ام البواقي سوقهراس تبسه بلا ما نساو خنشله وعنابه كذلك الطارف. هادو هما الولايات راح تكون معنيه بتساقط الامطار طيله نهايه الاسبوع حتى يوم السبت بحول الله. دونك هذه لكم مشاهدينا الكرام هكذا باش تاخذوا الحيطه والحذر وتقدروا تيفيتيو وعلى الاقل الكوارث اللي راهي تشهد اليوم كما اليوم في العاصمه كل الانفاق مغلقه حتى انك مستحيل تقدر تجوز. بعض السيارات ان لم نقل جل قامت السيول بجرفها كما نقولوا احنا اكرام ابتسام الكودرون تقلع من الطريق وداتوا الامطار. دونك هذه هذا زميلتي ناجيه تقصير المسؤولين كذلك ما نساوش تقصير المواطنين يعني اللي يرموا النفايات في البلوعات اللي هي اللي مسؤوله عن صرف المياه. وهذا التقصير زميلتي ناجيه شكون يخلصوا؟ عمال النظافه مساكن اللي شفناهم اليوم كما الصور توضح لنا راهي كافيه ووافيه. وانا دائما نقول ونعيد في البرنامج انه باش نعيشوا في جزائر هانيه، جزائر ما فيهاش تخلى من هذه الصور المؤسفه اللي راهي تظهر خلفي، هي مسؤولية جماعية يتحملها المواطن وتتحملها كذلك السلطات. لو يخطينا من هذه سياسة البريكولاج، لو أي مقاول ولا أي واحد يجي يدير كودرون على أصوله، أنا جوبونس با تجي شوية اشتكي تاع البارح واليوم تقلع الكودرون بلاستو. أنا بالنسبة لي الكودرون هذا اللي تنحى في رويسو اللي راهو داروا تاع مصلحة، يعني راهو استفاد داروا وراح.
لانه كما راهي تظهر الصوره خلفي شكرا للمخرج. ايماجين هل هذا غودرون دار واحد عنده ضامير باش تجي شويه شتا تنحي هكذا؟ ما نظنش زميلتي ناجيه، يعني لو كل واحد فينا يلتهب بنظافه المنزل تاعو كيما يلتهب بنظافه البلاد تاعو كنا بلادنا ولات مليحه. مع الاسف. يلا ابتسام يقول لي فيه مكالمه، تفضلي زميلتي استقبليها معايا. الو صباح الخير. الو صباح الخير. الو معليش في خلل ربما في المكالمات، تعاودوا اتصلوا بنا 0561 32 32 41 باش الولايات ولا المواطنين اللي تضروا يتصلوا بنا على المباشر يوجهوا نداءهم على المباشر، نشوفوا السلطات المحليه البلديه الولائيه اذا وقفت مع هاد المواطنين في الازمه اللي صارت اليوم، واذا راهي تمد لهم طبعا يد العون. ومعنا مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام، شكون ومن وين؟ معك احمد من المديه. احمد من المديه، مرحبا بك يا احمد، وتفضل بالتدخل. يا اختي انا التدخل تاعي انا على انا شوفي الزياده تاع المسجد تاع تاع العصابه اللي راحوا. الزياده تاعهم مزيانه، انا حنشوف الكوارث تاعهم. كيفاش راهي الحاله عندكم في ولايه المديه؟ احنا المديه عندنا ما كان والو، راهنا كشفنا ما عندناش. الحمد لله. ليه بصح هذا هذا المشاكل اللي راهي تلقى فيها المواطن اليوم، وهذا التشيون هذه وهذا كلها من المسؤولين تاع رؤساء تاع البلديه في الدوائر. كيفاش؟ طيب احكي لنا شويه على مسؤوليكم في ولايه المديه قبل ما تجي تتساقط الامطار، هل فيه تحركات؟ رؤساء تاع البلديات بدون استثناء الكل. لا معليش باش نتحدثوا كل واحد ولايته، عندكم في المديه هل راهم يفتحوا البالوعات الان؟ راهم يصرحوا الطريق؟ راهم يشوفوا قنوات الصرف الصحي باش ما تصرالكمش الحاله هذه؟ ما كان والو، ما كان والو، حتى الفتره تاع كتاع الشتاء المده تاع الشتاء هذيك. يدوروا شويه في البالوعات هذوك شويه بصح ولكن يزال فيها كارثه. كارثه ايش بتسبب فيها المواطن؟ ولكن المسؤوليه تولي الكل للرؤساء تاع البلديه في الدائره. رئيس بلديه معالي يطلع هو اول قاعد بالزويج تاع المشاريع، ونشوف الزويج في السبوط وفي التجاري طيب وغير الماء. هذه حتى عيب والله، قال عيب. لو كان نخدم الجودرو على قانون عمرنا يطلع الجودرو غير الماء. نعم شكرا على تدخلك يا احمد، كنت معنا من المديه. ان شاء الله ما يكونش يصرى عندكم واش صرا في العاصمه وفي تانيك مختلف الولايات اللي تحدثت عليها سابقا. ابتسام بالك كاين ناس يقول لك باللي هاد المسؤولين ولا يخدموا غير في الولايات الكبيره ولا في وين في لي سونتر وين يجيو الناس وين يشوفوا باللي البلاد راهي مسقمه، ولكن المناطق النائيه يخليوها مسكينه يصرى فيها السيول وتجرفها الفيضانات. اليوم شهدنا العكس، العاصمة من أكبر المدن الجزائرية وين من مركز فيها كلش، ولكن كل الطرق تاعها الآن لو يخرج أي واحد راهي مغلوقة، الأنفاق سالت عليها المياه، الخلل وين ربما أنت كصحفية؟ الخلل زميلتي نجية راجع لتقصير المسؤولين. يعني نوما مقبل ما نلقى الشتاء هذه اللي صبت كيما اليوم باش نروحوا نقولوا عمل نظافة، روحوا نعاونوا، روحوا حسنوا مواقع. وصلي عفوا زميلتي ناجيه، الخلل هو انه المسؤولين كذلك ما ننساوش المواطن الجزائري. يعني يرمي النفايات، يعني يرميها من الطاقه من البالكون، يعني علاه كي نصراو في هذا كي صرا هذا المشكل؟ وخاصه ان ربما المسؤوليه اللي تقع على المسؤول والمواطن لما نشوفوا الاعوان تاع النظافه جاو ينظفوا بعد ما تصرا الحادثه، نشوفوا هذوك البالوعات لما يفتحوهم نلقاوهم معمرين بالقارورات والاكياس البلاستيكيه. دوكا يرحم باباكم لو كان كل واحد يرمي كيسه وقارورته في الاماكن المخصصه اللي رمي الزباله، يجوا اعوان ولا مهندسي النظافه يرفدوها من مكانها، اكيد البالوعه هذه ما راهيش راحت تسد وما راهش راح نضطروا نسلكوها كل يوم. صحيح. ولكن بما انه احنا المواطنين نعرفوا عقليتنا ومسؤولينا يعرفوا السيستم كيفاش راهو في بلادنا، دونك مضطرين انه قبل كل موسم تاع الامطار هكذايا على الاقل كل بلديه كل 15 جور تبعث بعض من المواطنين وين يعاودوا يفتحوا ويفيريفيو اسكو هذه البالوعات وقنوات الصرف الصحي راهي صالحه لابتلاع الكميه هذه اللي راح تهبط من الامطار. انا مواطنه بسيطه وربما عندي هذا الاقتراح، كيف بمسؤول ما يقدرش يطبق اقتراح بسيط كما هذا؟
صحيح زميلتي ناجيه، كذلك لازم نقوم بتوعيه المواطن انه ما نرموش النفايات تاعنا في الشارع في الشوارع الجزائريه. كما نحافظوا على نظافه المنازل تاعنا لازم نحافظوا على نظافه بلادنا، هذه بلادنا الام ديالنا الوطن تاعنا، لازم نحافظوا على نظافتها باش ما نصراولناش كما نشوفوا اليوم في الصور الكارثيه، يعني نقدروا نقولوا كانه زلزال اصاب الجزائر. ولو انا نقول انه هذا زلزال في البنيه التحتيه، كيفاش بلاد كما هذه عندها امكانيات كما هذو ثروات كما هذه، ما عندناش بنية تحتية تمكننا على الأقل أنه نجوزوا موسم شتاء أو خريف خالي من مشاكل. أنه واحد يفقد طوبوبيلته، واحد يفقد وليده، واحد بقى بلا دار، الأنفاق كلها مغلقة، يعني والله العظيم كي نشوفوا عيب وعار مازال يصرى في بلادنا مثل هاد الأمور. ابتسام فقرة شيقة، نشكرك على كل المعلومات. شكرا زميلتي ناجية، شكرا لك على الدعوة، كذلك ما نساوش نقولوا للمواطن تاعنا حافظوا على نظافة البلد تاعكم، وما نساوش كذلك إن شاء الله المسؤولين اللي هم حاكمين في الوقت الحالي يكونوا قد المسؤولية تاعهم باش نيفيتيو مشاكل كما هذو اللي صاروا لنا اليوم. نعم قبل برك ما نختم معك نروح نستقبلوا هذه المكالمة، يقول لي المخرج رضوان. ألو السلام عليكم. وي خويا برك سمعنا من جهاز الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. معكم أخ كمال من بلدية عين بوشير ولاية المدية. نعم يعني تفضل. الأخت تتكلم، الزميلة اللي كانت معك تتكلم على المواطن والمواطنة تكون مواطن. المواطن كل قال المسؤول خادم الخدمة نتاعو خاصة مع رؤساء البلديات ورؤساء الدوائر، احنا عندها بالك العام اللي فات ولا ديار ولا ثلاثة خطاهم الماء كامل، خطاهم الماء كامل، عيطنا رؤساء البلديات ورؤساء الدوائر حياة اللي من تنادي المسؤول مو شيخ من خدمته. نعم مواطن على كل حال تاني غادي يخدم خدمته، كيف مواطن كيعود يشوف المسؤول يخدم الخدمه نتاعو بالطبع. هي اذا كما قلت انا وكما قالت الزميله ابتسام، هي مسؤوليه جماعيه تقع على المواطن وعلى المسؤول. الدرجه الاولى من الدرجه الاولى من المسؤول. نعم طب انتم راكم تشوفوا في الكابيتال في العاصمه شوفوا واش صار. شوفوا واش صار، انا البارح كنت تما شفت بصح اليوم تيجي نازل بالمناطق النائيه مثلا دائرة عين بوسيف أو شلالة أو البيرين أو المدية، شوفي حالات كنت تصب كارثة طبعا ما تقدريش تخرجي من دارك، ما تقدريش تروح لخدمتك، ما تقدريش تعطي كيدرا يخرجوا برا. يعني احنا ناجدوا السلطات العليا للبلاد انسان كل واحد يخدم خدمته اللي قادر المسؤولية، واش قادر المسؤولية تضرب ضرب يد من حديد. نعم إن شاء الله، وهذا هو المرجو والمنشود من المسؤولين الجدد إن شاء الله. شكرا لك يا كمال من عين بوسيف. نشكركم بزاف على المداخلة هذه، بارك الله فيكم. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام كانت هذا الجزء الأول من البرنامج، الحوار لا يزال متواصل حول الكارثة التي شهدتها الجزائر العاصمة ومختلف ولايات الساحلية وكذلك ولايات الوسط بسبب هذا الأمطار الرعدية اللي سقطت البارح واليوم، وين شفنا سياسة البريكولاج تطغو ولا تطفو إلى السطح. فاصل وبعدها نواصل. مازلنا دائما متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في برنامج 100% جزائري، وين جاء هذا العدد خاص بالفيضانات والسيول التي شهدتها الجزائر العاصمة صبيحة اليوم ومختلف ولايات الوطن. راهي معايا ضيفتي الكريمة اللي التحقت بيا اليوم، وين كنا راح نهضروا على موضوع آخر، ولكن شاءت الصدف أنه الفنانة فريدة حرحار اللي حاضرة معايا اليوم قاستها الكارثة اللي صارت اليوم وراح تحكي لنا على واش صرا لها اليوم. فريدة شكرا على تلبية الدعوة ومرحبا بك. أهلا بك، يعطيك الصحة على الدعوة. بون فوالا كتب مكتوب أن راح نهضروا على هذه الكارثة.
دونك انا باسكو كان عندي يومين ما رقدتش وكنت خدامه، من بعد البارح تحت كاع ما حسيتش، دونك كي نوض الصباح صبت الكارثه في الظلمه وبديت نسيقيتو. دونك واش نقول، انا من 2001 حبنت باب الواد، يعني راهي 20 سنه انا كنت نظن سي بون تسقمت الحاله. تيماجين 20 سنه ابخي سي توجور لا ميم شوز، سي توجور الحمله هذه سي مالوغو. نورمالمون راهي تطورنا، رانا نخاف دوك، انا نخافو فصل الشتاء، رانا نخافوه حنا. بون عندي نسكن في بروميير ايطاج نورمال تو، هي دخلت لي شتار نخمم على اللي يسكنوا في لي ريتشوسي، نخمم على مساكن يسكنوا في الفوضاويين، نخمو عليهم بزاف، ربي يكون معاهم. وللاسف للاسف تزرت المنطقه تاع باب الواد، اللي باب الواد هذا الخطرة ما على باليش، من 2001 ما تفايلهاش انت. طيب كتير. الحومه نتاعك اللي تسكني فيها انت؟ لا حومه ما كانش، كاين شتا نورمال مي فرض عليكم فرض علينا الماء. وهل في تدخل السلطات؟ هل جاوا وقفوا معاكم سحبوا المياه اللي دخلت للمنازل، ولا دخلت لك الماء لدارك شوفي كيفاش تخرجيه؟ والاخر حكيت لك انا ما على باليش، باسكو الصباح كي نط ما جي با في لتحت واش كاين واش ما كاش، جي ديريكتومون لهنا. مي جو بونس انا على بالي بلي نورمالمون هذه خدمه المياريتو، مي انا راني سيغ بلي نورمالمون راهم خدامين دركا وراهم امبوسيبل يشوفوا حمله كيما هذه وما يديروا والو، نورمالمون راهم على الخدمه. طيب فريده ربما تحكي لنا كيفاش كانت حاله الطريق كي جيتي ربما من المنزل تاعك الى مقر قناه الحياه، كيفاش شفتي الحاله برا؟ كانت طرقاتها مكسره والغرقه بزاف تو سي مالور. بون احنا ما نحكوش على المياه، نحكوا على اللي خدموا الطرقات، اللي طرقات مدغوله بيان سيغ، بس ما يديروا الاخر لا كونتيتي صحيحه، دونك ينقصوا ايتو باش يديروا دراهم دو كوتي. صح. بون هاي خسرت، هم يخسروا هما ما على بالهمش باللي كي يديروا هكا تخسر طرقات يعاودوا يزيدوا يخدموا. وهي طريقه استثمار، يعني يقول لك دوكا ما نديرهاش مليح، نعاودوا نعرفوا بعضنا احنا اللي سجيريا ما نديرهاش مليح، وكي تعاود تنحى وتدقدق مره واحده اخرى اكيد راح يعيطوا لي ومديوا لي البروجي هذاك ونعاود نستفاد. هذا تخمام تاع شواطن انا نقدر نقول. فوالا للاسف للاسف شوفي الطرقات كيفاش راهي ويغيضوا الخدامين درك لما يخدموا الشتاء ونغيضوا ثاني احنا المواطنين، يعني احنا ما عندناش ذنب انه انا موالفه نوض على السبعه نديماري من الدار، نلحق الخدمه 8:30 وماكسيموم، اليوم خرجت السبعه لحقت 10:30 لحتاج مسكات عيط ما كنتش تخدموا، قلنا لهم رانا غارقين احنا ثاني غرقنا. انا شفا في 2001 انغلقت الطرقات مع باش انت لا تشفي غلقت، ما كاش طريق بين كان طاح البون هذاك تاع سطاوالي، دونك الناس عايين بنيان قعدوا محجوزين باب الواد شتي واش صرا لها والله يرحم موتى هذاك الوقت موتى شهداء هذوك. واني نتاسف يعني 20 سنه ومن بعد مازال توجور لا ميم شوز، علاش ما تسقمتش الحاله، علاش ما تبدلتش الحاله؟ صح، وخاصة أنه الكارثة كل يوم تصرى وكل يوم كل مش كل يوم ولكن كل سنة شتاء. نعم كل ما تطيح شوية شتاء يا السيول تجرف الطرق، تغلق الطرقات، السيارات. الجزائر اون جينيرال كنت في عين بنيان سيتي لا ميم شوز، أنا بوفاريكية في بوفاريك سي لا ميم شوز، راني في ألجي سونتر سي لا ميم شوز، وكذلك الشرق الجزائري قسنطينة مختلف الولايات اتصلوا بنا المواطنين قالوا لك تقريبا نفس المشكلة عندنا، كل عام يموتوا ناس، كل عام الوادي يدي ناس، السيول تجرف سيارات، سيارات البيوت، الناس بقات مهجرة هكذاك بلا ديورها، ولكن مع كل تساقط نعاودوا نشاهدوا هذه الأزمة، وكأنه الحادثة والكوارث اللي صراو ما يكفيوناش. هنا أنا نقول ورأيي الخاص، هنا غياب الضمير، يعني أنت تشوف هكذا العام اللي فات وتزيد تعاود تشوف هذا العام والعام الجاي. كل عام يعني هذه البلاد هي نورمالمون في الصيف كل بلدية تروح تسرح البالوعات، يعني كل صيف ما يستناوش حتى الشتاء تجي وتغرقنا باش نبقاو نخدموا، نورمالمون هذه الخدمه تتخدم في الصيف. لانه ما شاء الله عليها البلديات نتاعنا راهي عندها ميزانيه لا باس بها باش تسير بلديه، ميزانيه لا باس بها جدا باش تسير ولايه كوالي. البلديات ولا الولايات اللي شهدت هذه الكارثه وين راهي السلطات القائمه عليها سواء المحليه ولا الولائيه؟ الوالي وين راه قبل ما تطيح الشتاء، ولا المير وين راه قبل ما تطيح الشتاء يخصص مجموعه خاصه من عمال النظافه اللي يديروا دوريه على البالوعات وعلى الانفاق وعلى تنظيفها. نورمال التنظيف هذا يكون في الصيف،
هي حنا كإعلام دورنا أن ننبه، ولكن دورك أنت اللي لازمك تقوم به. لازم حتى يجي الإعلام ويجوا المواطنين يقولوا لك بلي يا ودي كل 15 جور نقي ودير، هذه خدمتك. لازم خدمتك أشاك 15 جور حنا نقولوها لك. أنا جو بونس كو كراف هكذا ولا غلطة. كما قلتي أنت يا مسألة الضمير، بون نحن نحصل في حتى واحد. كاين خدامين اللي نورمالمون باش يروحوا يصلحوا بلاعات يروحوا يوقفوا باسكو يخدموا بلا جورني. يخدموا بلا جورني، دونك واش يديروا؟ ما يخدموش هذيك لا جورني باش يزيدوا غدوه من ذاك ويزيدوا ويزيدوا وما يخدموش. دونك كل واحد راه مسؤول، ما نتهم حتى واحد. دونك هنا المسؤوليه يتحملها كل واحد غاب ضميره، سواء مسؤول ولا عامل نظافه ولا مواطن بسيط. لانه باش نحكوا الكارثه اللي راهي تظهر خلفيه الان، سيك مسؤوليه جماعيه وحنا رانا كامل مشاركين فيها. ومع الاسف ما عندناش بلاد واحده اخرى، ديما نقول ونعاود ما عندناش يا ناس بلاد واحده اخرى اللي ترفدنا ونعيشوا فيها كي نضيعوا بلادنا كما راكم تشوفوا خلفي. نروح نشوفوا انا وياك فريده بعض التصريحات تاع بعض المواطنين هنا في بلديه تيليملي في العاصمه، وين البيت نتاعهم تضرر. نشوفوا واش صرا لهم بسبب هذا التساقط واش كانت تصريحاتهم. السلام عليكم. هنا راكم في تيليملي ارجي صوت، سي لا دوزيام فوا ولا لا تروزيام فوا يتصرا هكذا. كل عام هكذا، العام اللي فات حطت هكذا لا ميم شوز. 2001 حطت 2001، زيد العام اللي فات حطت هكذايا. واش نقول لكم؟ هاي لك، هاي كيفاش. أنا ساكن هنا، هاي الكوزينة، هاي الشومبرا. واش نقول لكم؟ كل عام هكذا، كل عام يحبط علينا الجبل من الفوق. وشاك فوا يقولولنا لا ميم شوز. الدوسي 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 محطوط على بالهم كلش، عندهم كاع واش نقول لك. هكذا كل عام ورانا سوفريو، والله العظيم غير رانا سوفريو. كل عام هكذا، كل عام ربي يجيب الخير. كل ما يلحق الشتاء هذه هي حالتنا. باب الصباح ستر ربي، ستر ربي. خويا الكبير كان هنايا طاح اونديكابي، ما يشوفش عمى، يما 80 سنة. حتى لا قدر الله يموت واحد فينا. وانا أرمانة، عندي زوج دراري، ما كاش شكون اللي بينا. ما عندناش، ما كاش وين نروحوا، ما عندناش وين نروحوا. صباح الخمسة ونص تاع الصباح، ستة غير ربع بدات. أنا فطنت ومن بعد يما سمعت الحجر، بداو يخبطوا الحجر يهبطوا من الفوق لي بلوك. أنا تقول مع الحجر خلاص، كي نسمع الحجر خلاص. والله العظيم، والله غير تقولهم يخبطوا علينا ما على باليش أنا. تقول واحد تقول ضربك بلوكة، رعب. ومن بعد باينة بدات تقول قوية. ومن بعد لما بدا حاشاكم يدخلنا مطوالات ومريكوتي تاع واسمه كيف كيف الدار كيف كيف. هنايا كوتي تاع ماني وجدي، حنا في الدار هذه وني طروا فامي، وني طروا فامي. هنا خالي اهضر معاكم، خالي هاوليك مرتو هنا، ولادو هنايا. يقول ما والله ما كاش او دواسا تاعنا، لي دوسي تاعنا العام اللي فات هبطنا لو اسمه لتحت المعمل القادر، لاني تاع جيسونس. مستقبلنا رئيس البلديه، استقبلنا كامل كيما رانا، فهمنا الوضع وعلى باله بالوضع تاعنا، على باله على تسمى كاع على باله بالوضع تاعنا لهنا فيه. قال لك الصبر، قال لكم انتم راكم دي بوان نوار. قلنا له معليش يا خويا، بوان نوار حنا مع الاول ديجا هاي يما كان دوسي تاعها سوسيال، ومن بعد ديك قلبوا لها ال اس بي. معليش بون ما كتبش ربي، بصح هذه هاد الشيء اللي انا فيه ما يطلبش تو نستنى انايا. تسمى ما دابينا ديور واجدين نرحلوا نروحوا، ماشي حتى وين نقدر راك مثلا نموت ولا باش بعد يقول لك طفرت جيت رحلنا. كما شفتوا معنا اذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه تصريحات بعض من العائلات اللي طبعا تعرضت منازلها للضرر بسبب الامطار اللي تساقطت مؤخرا. نقولوا احنا السؤال، شكون هو المتسبب في تعريض حياة هؤلاء المواطنين الجزائريين للخطر؟ هل هما ريحوا تما، هل الامطار راحت اليوم، ام التقاعس نتاع المسؤولين في تأدية وظيفتهم هو اللي لحقهم لهذه الحالة؟ ربما تعلقي على الصور فريدة. والله نتأسف، يعني انا حاسة بهم والله سمعوا. انا شويه ما كاع قاعده تصيح كيما في مزبله، يعني حاشاك مراك. وي وي دوماج. شوفي
تخليهم التراب وتخلي الحجر. انا شويه ما مصبح وانا نسيق عييت دونك دوماج دوماج. واش يعني مسؤول من المسؤول الكبير حتى حتى الاصغر واحد فيهم هما كامل مسؤولين اين ضمائرهم. باش نقول لك هذه عائله من عائلات كثيره ما ناش نشوفوا فيها. دونك شكون اللي بيهم لو كان ماشي لازم نتوما تعاونوهم نتوما كل واحد ساكن هكا ما قدرتوش تصرحوا البالو عاد ما قدرتوش اعطوهم دار. كما قال لك عندهم من 2001 وما دايرين الملف. هي سلسله كبيره يعني لتقاعس وتلاعب المسؤولين هذوما اللي يلحقوا يحكموا مقاعد رؤساء البلديه ولا مقاعد الولاد وبعدين يبداو كما نقولوا احنا بالعاميه وبالمصطلح يجونغليو في المواطنين وكانهم راهم يروحوا يطلبوا عليهم ولا ماشي حقهم هدايا. كانت هذه فريده واحده من التدخلات اللي سجلناها في العاصمه. نروحوا الان نربطوا الاتصال مع السيد بن خلف الله خالد ملازم او والمكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بالجزائر العاصمة. أهلا بك سيدي. صباح الخير أختي. صباح الخير لكل المشاهدين. صباح النور. أهلا بك سيد بن خلف الله خالد. ربما عدد التدخلات اللي سجلتوها بمديرية الحماية المدنية منذ الأمس ومنذ بداية التساقط. طبعا شوفي هي على كل حال التدخلات الأولية كانت من 5:30 صباح حتى 7 صباحا يعني في ظرف حوالي ساعة ونصف سجلنا 10 تدخلات فيما يخص الفيضانات، وهذا على كل من مستوى بلدية سيدي محمد بير مراد رئيس جسر قسنطينة شراقة وحسين داي. تدخلات يعني هذه في الغالبية كانت هي عبارة عن ارتفاع تاع منسوب المياه في بعض الطرقات من 20 إلى 30 سنتيمتر. إلا يعني في بلدية حسين داي وين سجلنا انسداد تاع لاتريمي تاع الويسو. قرب يعني مجلس قضاء الجزائر. وين كان المستوى تاع المياه ارتفع وكانت سيارة يعني غارقة داخل السيارة داخل النفق هذايا. عفوا. وهل في خسائر بشرية؟ المياه نهائيا واستخرجت السيارة والحمد لله ما كان حتى خسائر بشرية. طيب لو نتحدثوا عن الخسائر المادية السيد بن خلف الله. طبعا دوك لحد الساعة هذه سجلنا يعني في مخصص الخسائر المادية سجلنا هاد زوج سيارات هذوما. الأولانية اللي تم استخراجها من طرف المالك تاعها. وثانيا اللي تم استخراجها من طرف الاعوان تاعنا. طيب سيد بن خلف الله لو نتحدث على درجه خطوره الامر في الشوارع الجزائريه، ربما وش هي النصائح كملازم اول بالحمايه المدنيه اللي تقدر تقدمها للمواطنين باش يتفادوا مثل هذه الكوارث؟ والله درك هذا يعني كيدخل اولا في الحس المدني، لان شوفي كما شفنا السنه الفائته والسنوات اللي قبل منها يعني كل العمال تاع الاشغال العموميه جميع البلوعات اللي قاموا بتنظيفهم يعني هي جبدوا حشاكم القاذورات من داخل البلوعات هذوما، وهذه هي النتيجه تاع الرمي العشوائي تاع بعض المواطنين اللي ما عندهمش حس مدني. لذلك احنا ماذا بينا المواطنين ان شاء الله تاعنا يتحلوا شويه بالحس هذا تاع المواطنه، يعرف انه راه عايش داخل داخل مدينه عندنا بلوعات لازم تكون تمشي على العام، يعني لانه الامطار يمكن تطيح في الصيف يمكن تطيح في فصل الشتاء يمكن تطيح في اي وقت. لازم نحافظوا على التراث على واش عندنا، البلوعات اللي راهم عندنا لازم علينا نحافظوا عليهم، الغابه اللي راهي عندنا لازم علينا نحافظوا عليها، كما شفنا حرائق الغابات في بعض الولايات يعني كارثيه. نعم إذا الملازم الأول خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، شكرا لك سيدي. شكرا لك. كما شفتي إذا معايا فريدة قال لك الملازم الأول أنه سجلوا تدخلات وكانت ما فيهش الحمد لله خسائر مادية بشرية ولكن كانت فيه خسائر مادية في مختلف البلديات. وسمحتوا قال لك مواطنين باش ما يزيدوش يرموا قاذورات من المشقار. بون أنا بو موا علاش ما يديروش دي غرياج
في البلوعات ما تروح حتى حاجة فوالا ما اقتراح ما يرمي وما تروحش القارورة ولا ما تروحش دونك يديروا ديكغياج سبيسيال للبلوعات حاجة ما تروح فيها فوالا. وحنا تاني كنتمنوا أنه المواطن الجزائري يتحلى بحس المواطنة كما قال والمسؤولية الجماعية هكذا باش واحد ما يرمي في البلوعات حتى أنه نشهدوا فيه ربما بعض المواطنين لا أعمم ولكن فيها الظاهرة أنا شفتها البعض منهم يجزع البلوعات ينحي هذاك الحديد يديه يسرقه ولا يبيعه ولا على باليش ويخلي هذيك البالوعه صراحه ويخلي هذيك البالوعه هكذاك عرضه للساشي تدخل القرعه تدخل يجي انسان يطيح يدخل تماك ومن بعد هذيك تدبوشه ينساوها تولي تحسي ما كاش بالوعه تحسيها راهي الارض ومن بعد يصراو شكي تشوفي موراك يكونوا حلول كيما في الخارج تنغلق مع باليش انا تخيك سوليد حاجه باش ما تفتحش يفتحوها غير عمال العمال برك اللي يكون عندهم مفتاح لهذوك البلوعات يعني كل حاجه عندها حل يعني ما بون كاين مواطنين ربي يهديهم باش يسرقوا عفسه تاع بلوعات مع باش يشدوا بها ماشي غريبه بلاك يبيعوا الحديد كي يتشمروا كيما نقولوا حنا راح يبيع الحديد دوماج فريد نستقبلوا مكالمه الو السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله شكون ومن وين مهدي من باينام مهدي من باينام مرحبا بك يا مهدي تفضل بالتدخل اختي العزيزه راهم جاب المواطن انا جاب لها بريزيدون داتيسيمان ما سمعتكش يا مهدي عاود بريزيدون داتيسيمان البلديه عندهم مسؤوليه كبيره طبعا راهم في المنشو ما على بالهمش كاع في المقاطعه باسكو المشكل وين راهم ما حنيش انا دايرين تخرجنا من خدمتنا نعم سبحان الله المواطن يعني كيف تدفع رئيس البلدية عن المحتلين باش المواطن يولي ما يرميش لازم الخدامين يكونوا واجدين أمخي المطوطرات في باينام خدموا تخدموا المطوطرات وخلوا خلوا الحجار خلوا الرمل خلوا التراب وعلى بالهم لا يجي يشتغل دونك هذا رئيس البلدية فيكم في النظام يتبعش خدامي تاعو نعم نحطوا غير في رئيس الجمهورية قال له مش حيدير رئيس الجمهورية المشكلة الكبيرة هو في بيجي من ضحيتي وهو في رؤساء الطوائف نعم فعلا ما هضروا على العصابة العصابة هذه هي رئيس البلدية والشاف دو دايرة هما اللي تحمل المسؤولية وانا لو كان جيت من رئيس الجمهورية نمشي حيدا يديرهم كاع للحبس باسكو بزاف كما قالت الاختي تكلم على كذا عشان انسان اختي عيبنا من العصابه هذه فعلا وانا من هذا المنبر نقول عيب وعار على كل رئيس بلديه صارت عنده هذه الكارثه يعني رانا في 2020 كمان الناس راهي تتطور شوفي رئيس البلديه تاع باينام هكذا رئيس بلديه تاع باب الواد كيف كيف رئيس بلديه تاع القصبه كيف كيف رئيس بلديه تاع الشبكه كيف كيف بالخدم صباح يرقوا كاع اختي طبعا كما انا نشوفوا معك يا مهدي راك تنقل لنا اي بدايه الشتاء ابري طالي روح توجد نفسك شكرا لك ان شاء الله اني دائي الحق رئيس الجمهوريه لازم يضرب اختي لازم شوفي لازم هذه هي ما نكر ديش قادر على المسؤوليه تجي تخدم لحظه ماشي قادر على المسؤوليه روح لدار شويه لازم نعم شكرا لك مهدي شكرا لك هكذا باش نتركوا الفرصه لباقي المتصلين كما راكم تشوفوا مشاهدينا الكرام لما يا فريده معايا انت ثاني المواطن فقد الثقه في المسؤول الولائي والبلدي طبعا راه يوجه مباشره من منبرنا من قناه الحياه نداء الى رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون وين يقول له اضرب بيد من حديد كل واحد ماشي قادر على مسؤوليته وانا نشوف هذه البلديات اللي صرا فيهم هكذا اليوم رؤسائهم غير قادرين على المسؤوليه ما انا ما نقدرش بون كاين ولات قبل كاين والي كاين شيف طايره كاين رئيس بلديه يعني كل واحد لازم يخدم خدمته باش نقول لك ما خدموش خدمتهم كامل ما تقدريش تعرفي واش كاين واش ما كانش واش داروا واش ما داروش انا نظن برك باللي كان لازم عليهم ينقوا في الصيف ينقوا البلوعات على بالهم باللي هذا المشكل راه مع اعوام هو عندنا دونك لازم ما يخلوهش حتى يوصل فصل الشتاء باش نوصلوا هكذا
لازم ان افونس ينقيو وما يخلوش الناس. الحمد لله هذا الخطره ما كاش خسائر بشريه، الماديه تتعوض ان شاء الله. بصح علاش نخليو توجو هكا ومن بعد نولو في خسائر بشريه بعيد الشر واش صرالنا يعني نعاودوه؟ نعم، لانه اذا استمر هذا الاهمال طبعا راح تكون فيه خسائر طبعا لا سمح الله طبعا بشريه. اكيد لازم من درك ينقيو باسكو نشوف واش راهم يخرجوا. سي فريمون نورمالمون هذا الاعمال تعملت في الصيف مع الاسف. مشاهدينا الكرام، انتم متتبعي برنامج 100% جزائري، الفضاء لا يزال مفتوح، لا نزال نواصل نتواصل واياكم. فاصل وبعدها نواصل. مازلنا دائما متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الخاص من برنامج 100% جزائري، ورانا نتحدثوا على الكارثه اللي شهدتها الجزائر ومختلف ولايات شرق ووسط البلاد طبعا في البارح واليوم حول هذه الامطار الطوفانيه اللي تسبت في سيول جارفه غمرت المئات من المنازل، غمرت المئات من المنشات الحيويه وغلقت تانيك الطرق الرئيسيه وين عرفت 20 ولايه فيضانات مجاري الاوديه، وتسبت في سيول جارفة غمرت أحياء بأكملها كما كنتم تشوفوا معنا في الصور، كل من ولاية خنشلة باتنا أم البواقي إلى جانب طبعا ولاية كيكدا وجيجل، وتانيك شهدت ولاية تيزي وزو والبويرة والسطيف أمطار غزيرة تسببت هي الأخرى في غلق الطريق أمام حركة المرور. طبعا نبقى دائما مع هذا الأخبار، نروح للعاصمة وين تسببت الأمطار في لتسقط تقول بغزارة صباح اليوم على العاصمة في توقف تام لحركة السير عبر عدة محاور. وتانيك ذكرت مؤسسة ترامواي في العاصمة في بيان لها أنه خدمة ترامواي الجزائر متوقفة اليوم جزئيا منذ بداية الخدمة بسبب هذه الفيضانات اللي صرت في العاصمة. بالمقابل أكدت المؤسسة هذه أنه الحفاظ على خدمة النقل بترامواي بين محطتي الديار الخمسة ودرقانة وسط راح تحاول أنه تضمنها. نروحوا إلى طرق السيارة، وين في المقابل قال المكلف بالاتصال بالجزائر لطرق السيارة السيد نصر الدين بغداد أنه مصالحهم سجلت استدامات كبيرة جماعية بين المركبات بسبب هذا الأمطار، وزاد تاني قال أنه هذه الاستدامات حثت في كل من الطريق الوطني بين بومرداس والعاصمة على مستوى منطقة بوزقزة شفة باتجاه العاصمة. كذلك هناك استدامات في ولاية معسكر والبويرة، هذا وين ذكرت المختصة بالطرق السيارة أنه لم تسجل أي خسائر بشرية ما عدا الخسائر المادية اللي كنا نشوفوا فيها كما كم تشوفوا مشاهدينا في هذه الصور. إذن هي كارثة كبيرة شهدتها مختلف ولايات الوطن، مازلنا نتحاوروا فيها مع ضيفتي فريدة حرحار وتانيك مع الزميل عبد العزيز طهمون اللي ينضم لنا هكذا باش يشاركنا الموضوع. مرحبا بك أمين. السلام عليكم نجية، السلام عليكم فريدة، السلام عليكم مشاهدينا، انتم اللي علامة إدارة الإفطار نقول لكم صح فطوركم، انتم اللي خارجين من بيوتكم رايحين بك في الطريق نقول لكم روحوا بالعقل، روحوا بالعقل لأنه الجو اليوم راهو في أنا شفنا كارثة عظمى صارت اليوم. نجية اليوم نحكوا شوية على من المتسبب في هذه الكارثة اللي صارت، شكون السبب فيها، انا ولا المسؤول؟ احنا كشعب دائما المسؤولين يجيو يخدموا لنا طرقات، يخدموا لنا شبكات الصرف الصحي، كل عام نشوف باللي راهم يخدموا، كل عام راهم يخدموا، كي نروحوا نشوفوا شكون راهو ينظف في المخططات ويجتابها البلديه، كي نقولوا شكون راهو يقوم بعمل على شبكات الصرف الصحي، نلقاو البلديه، كي نروحوا نشوفوا شكون اللي لازم يحافظ لنا على نظافه البيئه البلديه، كي نروحوا نشوفوا شكون المسؤول على الميزانيه البلديه، الدوله لما تمدد دراهم للبلديه، البلديه واش راهي تدير بالدراهم هذو، الاميار واش راهم يديروا بهذو الدراهم؟ طبعا يعني دائما يمدوا لي بروجي الناس غير كف يقوموا بالاعمال هذه. بعد احنا نشوفوا كوارث تصيب الشعب، تصيب المواطن العادي، يعني دائما المواطن اصابتنا هو انا وانت. نعم. واصابت طبعا فريده. طيب قبل ما نواصلوا. نعم. لانك تتكلم بحرقه اكيد دائما يعني كمواطن جزائري كيفاش جيت اليوم صباح خمس ساعات في الطريق؟ يعني اقول لك على الحي تاعي، حي الرئيس سيدي موسى، بلديه سيدي موسى احنا كل عام الدخله تاع الحي
يعاودوا في المجاري. انت في عاود ديري رقاله، نقولوا مثلا الرقاله هذيك فيها متر على نص، تروح ديريها 4 متر. دائما التيو اللي تعاود ديريه كبير ديريه صغير، دائما الماء حابس، وهذيك الرقاله ديما بوشيه ما يجوش. وكل عام كل عام في الدخله تاع الموسم الشتاء ولا تاع الخريف نلقاو باللي تفيض تفيض حشك حشك المجاري تطلع حتى ترجع نظام كارثي. انا نشوف الصور خلفك. نعم. طبعا يعني يعني هذا حي صغير ما وما ادرك إذا كانت العاصمة يصرى لها هك. يعني شكون هو يدفع في الحق يدفع في الثمن؟ هو المواطن. البلدية وش راهي تدير بالأموال هذه؟ يمدوا المشاريع تاعهم الناس غير كف. يعني تمد المشروع تاعك يا سيدنا المير يا ولا سيدنا الوالي، كي تمد المشروع تاعك تبع، مش انك تمد المشروع وتخليه يدير وش يحب. نص تاع دراهم المشروع ياكلوهم في كروشهم، وحنايا اللي نتسبوا حنا اللي نضروا من الكارثه هذه. كل عام كل عام بالوعات، كل عام مجاري نخدموا فيهم. نورمالمون حنا خادمين انفاق تحت الارض، مانيش خادمين بالوعات. امين يتحدث بحرقه يعني قلبك لاك على البلاد. نعم غيظك اني انا غير المواطن، ما غيظني حتى واحد، لاني انا مواطن وانا عايش كمواطن. انا لا نجي في ترونسبور، انا لا ندفع الثمن هذا اللي تخدموا البلديه ولا رئيس البلديه. ولهذا على مسؤول الجمهورية، رئيس الجمهورية عفوا، رئيس الجمهورية أنه ينظر ويتابع المسؤولين هذو. احنا نحاربوا في شبكة من الفاسدين، يعني يحارب بنا الفاسدين هذو ما. يشوف علاش المشاكل هذه دائما راهي تصرى. نعم اسمح لي نقاطعك ونستقبل مواطن كما أنا كما أنت. نشوفوا شكون معنا على الخط الهاتفي. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، شكون ومن وين؟ كمال من بجاية. كمال من بجاية، مرحبا بك يا كمال، تفضل بالتدخل. شكرا. أولا نشكركم بزاف على الحصة القيمة والمواضيع المهمة اللي تمثل القلب تاع الإنسان، اللي تمثل القلب تاع الإنسان. شكرا. صراحة والآن كنشوف المواضيع تاعكم، لما أنا مواطن من بجاية بصح للأسف صبت بعض التصالات في بعض الولايات في بجاية صبت فيها بعض القطع متسبقة أكثر ولا الشتاء، خاطر الشتاء حاجة كبيرة. صراحة تولي بجاية نتفانا للأسف ما عندناش مدير بجاية للأسف، مسؤولين غائبين. بيان سور فين مسؤولين من المواطن مسؤول، لازم قانون فعلا، لازم قانون الدولة تضع نصوص قانونية باش الإنسان باش المواطن قانون ردعي صارم. نعم. شوف دول أخرى، دول متقدمة، ماشي غير الدول المتقدمة صراحة. للأسف القلب يوجع، القلب يوجع. مع الأسف. فاش تلقى الشخص مثلا في مستوى معين ومواطن يقول لو كان جيلي فرصة غادي نغادر هذا البلد، للأسف. صراحة للأسف أقول كلمة للأسف من غير أعتذر ولا غير القلب يوجع. شكرا، شهادة نفخر بها. شكرا يا كمال من بجاية، وإن شاء الله ندائك يكون وصل للمسؤولين. شكرا تحياتنا لك. كما شفتوا مختلف الولايات امين. نعم. وفريده عيطونا، ما كانش لحد الان ما كانش مواطن عيط وقالنا انه المسؤولين علينا راهم يتعاونوا معنا وراهم يمدونا يد العون. نعم. الكل ساخط وغاضب على المسؤول نتاعو. شوفي الشتاء تجي وتروح، كل عام الشتاء تجينا وتروح، العباد اذا راحوا ما يولوش. نعم. احنا اليوم مثلا في ولايه الجزائر تسجيل انهيار ارضي بحي واد كنيف ببلديه حسين داي بسبب انفجار انبوب الجامع للمياه والبالغ طوله اكثر من مترين جراء الضغط العالي. وين شفنا القدر ترتفع؟ سيدنا الوالي في الصور. نعم بعد سيدنا الوالي يروح باش يشوف واش صرا ويقول لهم لازم تاخذوا الاجراءات ولازم تخدموا ضوك. علاش يا سيدنا الوالي تروح في هذيك الدقيقه؟ علاش ما ديرش احتياطات تاعك مقبل؟ علاش ما ديرش احتياطك حتى يطيح الفاس في الراس ويروحوا كما نقولوا يروحوا الامكانيات الماديه والبشريه باش انت تروح للبلاصه هذيك وتعاينها. علاش من الاول ما ديرش حسابك؟ علاش من الاول ما كاش اجراءات صارمه؟ لما نساو ثاني فريدة هذا المشكل تزامن واليوم الثاني من اجتياز شهادات التعليم المتوسط. اليوم اجيني التلاميذ مساكن رايحين طريق مغلوقة ولا فيه سيول تجرفهم ولا كيفاش راح اللي يجيروا الطرف فيه اجراءات يتاخذوها معه ولا يعني كارثة هذه. نعم. ما يقدروش يركزوا دوكا في امتحاناتهم حتى انهم كيخرجوا الشوارع مغمورة بالمياه. والله يعني جي اليوم كيخرج في الحومة نتاعنا حومة
بيان في الطريق ما كاش كيفاش نمشي، بقيت واقف نستنى الطوموبيل ولا باش نعقب الطوموبيل ما تمشيش. الطوموبيل تاع الماء يوصل ماروتي ما تقدرش تمشي في في حومه كيما هكذاك. شفنا عده سيارات جرفتهم المياه. يعني دائما المواطن هو اللي راهو يتحمل في المسؤوليه هذه. المكتاج المكتاج خلاص يعني كما يقولوا كيونا مار عينا لازم ياخذوا الاحتياطات تاعهم. باش نوضعوا برك المواطن في الصوره، مصباح وحنا المسؤول المسؤول، وحنا كقناه الحياه حرصا منا دائما على الراي والراي الاخر. احنا نخدموا بكل شفافيه، أنا لا ضد المسؤول ولا ضد رئيس بلدية ولا ضد الوالي. احنا من هنا حاولنا نربطوا الاتصال بكل من رئيس بلدية محمد بلوزداد سيد عمامرة وكذلك رئيس بلدية الجزائر الوسطى سيد عبد الحكيم بطاش، ولكن الأرقام خارج الخدمة. احنا كنا نتمنوا أنهم يخلوا أرقامهم مفتوحة هكذا باش نوصلوا لهم انشغالات المواطنين ويتاخذوا هما الإجراءات بصفتهم راهم المسؤولين الأوائل عن هاد البلدية. يعني المسؤول في كما هذه أوضاع لازم يبان، لازم يعطي علاش، يقول لي علاش صرا هكذا. ما عليش قاعنا غلطوا، بصح كي تكون باين في الازمه خير من تتخبى في وسط الازمه. انا والله كنت نتمنى امين وفريده انه كما راكم تشوفوا الفضاء مفتوح، اللي حاب يتصل يتصل. ما رانا نقاطعوا حتى واحد، ما رانا نزوروا راي حتى واحد. اتصلوا بنا المواطنين من كل ولايات الوطن. يعني ساعه ونصف من البرنامج على المباشر ما فيهش ولا رئيس بلديه واحد ولا والي كله قلبه ورفد وقالنا يا الاعلام يا المواطنين احنا والله غير رانا نقوموا بكذا وكذا، ولكن مع الاسف الطبيعة غلبتنا والاخر غلبنا. مع الاسف ولا رئيس بلدية تصل بينا ولا ولي تصل بينا. احنا كنا نتمنوا انكم تحملوا شوية من المسؤولية وتتصلوا بينا. امين في مكالمة استقبلها انت. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم خويا، من وين يا اخي؟ السلام ورحمة الله. لاباس الحمد لله خويا، من وين اخي الكريم؟ خويا مسعود من المدية. احكي لنا على الاوضاع عندكم وكيفاش احوال عندكم اليوم في المدية. سمعنا من الهاتف فقط يا سيدي، اذا ممكن تنقص شويه الجهاز الهاتف عفوا جهاز التلفزيون. نعم تك المسؤولين عندنا احنا يحبسوا على كل شيء ما فاهم. مشروع ياكلوهم ما يخدموا لك شيء عادي. احكينا على الاوضاع عندكم في المدية كيفاش راهي اليوم، قصدكم الحمله هذه فيضانات يعني صار مشاكل كما صار عندنا في العاصمه. نعم كاينه امطار. كيفاش كانت الاوضاع في الطرقات؟ هل فيه جرف ليا السيارات؟ هل فيه خسائر ماديه في البيوت؟ مهرئه تامه. ايه مزيه. ما كان لي ريسبونس وما كان والو ما يخدموا والو. ان شاء الله يكون صوتك وصل للمسؤولين الاوائل عن ولايه المديه وكذلك للسلطات العليا في البلاد. نشكرك على التدخل. يلا كما شفت امين الكارثه هذه اللي صرات لنا البارح واليوم بمجرد بذع القطرات من الامطار الرعديه اللي هي هبه من عند الله سبحانه وتعالى. كاين فيه دول اوروبيه، فيه دول افريقيه، فيه دول عربيه اخرى تشهد كميه اكبر من الامطار هذه، ولكن ما شفناش القدرون ترتق عندهم والطريق تغلقت عندهم. ايماجين لو كان تواصلت الامطار ما حبستش. انا واش راني خمم، انا نلبس لبس غواص ما ننتظر الامطار. انا دقيقه باب الواد عاود تولينا حمله باب الواد. حمله باب الواد انها راحوا بزاف ناس ضحايا. حتى قلت لك حتى يطيح الفاس في الراس باش المسؤولين تاعنا يفطنوا ويروحوا يخدموا خدمتهم. نعم فيه مكالمه استقبلوها. نعم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، شكون ومن وين؟ معك الاخ علي من البليده. مرحبا بك يا علي من البليده، وكيف هي احوالكم في البليده؟ هو الحاجه في الجو راهي فاضيه وعافيه. الحمد لله. الحمد لله ساعي اخبار المرضى كورونا. ربي ان شاء الله يرفد علينا. ان شاء الله يرفد علينا وعليكم. وشني انا ذلك نضم صوتي للناس اللي كانت محمد صح والمواطن عنده نصيب من هذه الاستفاده تاع البلد وهذا كلش. نعم. بصح كان يعني السلطات العموميه فيها رئيس التسجيل ورئيس الطائره يعني خاصه كيما نقولوا حتى الكبير يعني كان من عندهم هما كانوا يتقدموا يطلحوا البلوات هذه يديروا حساباتهم الساعه هذه بابا ما تقدريش تسالني وانت دوك المال اللي حقك ما في صدرك يعني
نعم فهمتيني شحال نوصل لك. نعم وكان عندي تما واحد الاعداد باغي نقدموا الحصه هذه وقعت في حداتها اللي هي كانت هبت حناسي وبالاخص هبت حناسي ومختار مدبول. شكرا لك يا علي، كنت معنا من البليده، تحياتنا لك ونشكرك طبعا على الكلمات التشجيعيه. يلا امين كما شفت معنا المسؤوليه هي جماعيه شويه على الجماعات المحليه وشويه على المواطنين. شوفي نجيه، المواطنين انه مواطن لازم يرمي في قنوات الصرف الصحي الاشياء الغير كما نقولوا اللي ما نستخدموش ما نستخدموهاش ولا ما نستحقوهاش. المواطن عنده حاجه مذنب فيها انه بعض الاحيان بعض القاذورات الساشيات البلاستيك يترموا في المجاري. هذه اللي صح المواطن يتحمل المسؤوليه تاعها، بصح المراقبه لما تكون نتايا كيما تروح تدير مراقبه للمترو والترامواي تحت لاف، انا نشوف البلوعات ثاني هكذاك قبل ما يبدا الموسم الشتوي لازم تروح تدير مراقبه عليها، روح تسرحها، روح نقيها، اسمعي لاخاطش لو ما تسرحش حيكون فيضانات طبعا. باب الوادي علاش غرقت؟ ما كانش فيها مجاري، المجاري ما كانش، كانت مجاري مبوشيه. انت المجاري تبقى مبوشيه، انت مثلا في دارك برك في دارك لابينوار تاعك تاع كوزينه لو كان ما تسرحيهش يتبوشى، لازم مراقبه يوميه عليه. هكذاك المجاري لازم مراقبه يوميه، ما يقولوش يوميه، دورية. يخليها دوريه كل شهر، كل ثلاث شهور ب 10 يا سيدي، كل موسم قبل ما تدخل الشتاء انا نروح قبل الشتاء. سيف كومبلي كورونا، كنا مرات كورونا يا اخي قاعدين في الدار مش قادرين يخرجوا يقوموا بالاعمال تاعهم. هذه نقطه مهمه وهذا تقصير من السلطات سواء الولائيه ولا البلديه. فيه مكالمه بعدين نوصلوا. امين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك، شكون ومن وين؟ السيدة مريم الرويسو. مريم الرويسو راهي فيها كارثه اليوم يا مريم. يا اختي كنت في قلب الحدث. نعم تفضلي. يلا انا وحده من الاولين يداروا لي فيديو كارثيين تاع الرويسو. اختي الكريمه شوفي باش نقولوا هذا، هذه مسؤوليه غير تاع الحكومه. لا لا هذه انا وانتي وهذاك، هذه مسؤوليه جماعيه. هكذا اختي معليش انا ندير شويه وهما يديروا شويه، هذا يكمل هذا فعلا. بصح ولا ما تخدمش انت خدمتك في الصيف في الوقت اللي لازم تقي في حاشاك المجاري صح. في الوقت اللي لازم تدير فيه الاحتياطات الكامله، واش تتكل على المواطن يدير؟ هكذا اختي احنا كان من ذاك الزمان على البو والجد ساكنين في الرويسو. رانا نشوفوا الان صور في بلديه الرويسو على المباشر وين النفق اغمرت تماما بالمياه، وهنا وين كانت سقطت اظن سياره. نعم سقطت فيها وخليت احنا كنا سحوه. احنا كنا في المكان يعني اللي اخطر من هذا الفوقه كامل، وين يبدا حي المعدومين، وين يبدا الواد، واد كنيس معروف واد كنيس يعني، وين ترتق القدره. نعم عمي حرانا جلست وين ترتق القدره. اختي الكريمه لو كان يعني تشوفي الفيديو اللي راهم تصور عندي والله تصدمي. ما تامنيش اللي راكي في قلب العاصمه مع الاسف. هذا حي من الاحياء اللي معروفه وحي كبير وطريق راهي كبيره. الامل المكان اللي تحثي عليه يا مريم راهو يظهر خلفي، هذه هي المنطقه وين ترتق القدره في الرويسو في العاصمه. الفوق الفوق لا ماشي هنا الفوق مازال. اها يلا هكذا اختي كريمه. اختي كريمه بصح هذه ماشي الخطره الاولى اللي صرا فينا هكا. كل عام صرا كل عام تعاود. صافي عندنا واحد الخمس نعم اخي اه واحد الخمس سنين هو يصرا هكا. طيب وين راهي السلطات؟ وين راهي السلطات البلديه والولائيه؟ هل فيه جولات تفقديه؟ هل وين راهم اليوم؟ جا وقفوا وشافوا؟ نعم ماح جاوا حضروا وقفوا وأدوا المهام تاعهم على أكمل وجه. وجا الشيف ضايغة هكذا على ما أظن وتكلمنا معاه وحطينا جوغ شكاوي رسمية هكا وجه لوجه. يعني بصح وعلاش نلحقوا حتى تتفر هنا تشوفي اختي الكريمه هنا كي تشوفي تقولي لي مش المسؤولين اللي هما السبب. شكون المسؤول؟ احنا كمواطنين يعني حقوقنا وواجباتنا عندك باينين. احنا لازم نطبقوا القانون ونقوموا بالقانون ولازم نديروا الحقوق تاعنا والواجبات تاعنا. بصح المسؤول لو كان يخدم خدمته كل عام حيصرى هكا يعني يخدمها خطره لو يخدمها يعني قبل ذلك. حسب ما يقولوا لي المفاده نتاعنا الزميله هبه حمواني من عين المكان تقول لي انه الواليه المنتدب للمنطقه حضر وتحدث مع المواطنين وقال لهم يعني مدوا لي الملفات نتاعكم المستعجله باش يقوموا باجراءات استعجاليه. ملفاتنا كل عام وكل وقت تتحط اختي الكريمه. نعم وعلاش دوموندي من الملفات حتى تلحق حتى نلحقوا لهذا المواصل؟ علاش حتى تتفر باش نزغدو؟
فعلا هو المسؤول نظر. الاول انا المسؤول الثاني، انت المسؤول الثالث اختي. هذه هي هذه هي سلسله، هذا يكمل هذا. نعم صح. الوقتاش يا هزاره في لغه ثاني يصراو كوارث. هكذا اختي، كاين احوال جويه، كاين نشاط، كاين زلازل، ربما فيه براكين، ماشي بالو عاد فاضت على المواطنين سنه 2020. معليش معليش حق لها صح صح تو تافي وي معليش، بصح كي يكونوا هكا كوارث وانت تخبر تخبر المواطنين تاعك، دير لي وصفر لي الامكانيات اخي كريم. عندك دي بوان نوار لازم يكون الناس واقفه عليها، ناس في المجال، ماشي كيما انا بابا ولاد عمومي ولاد الحومه هكذايا. تعرفي اختي واش الحق يديروا؟ يديروا دعامات هكذا بالحطب باش ما يخلوش الوادي يدخل الديار. نعم شكرا يا مريم. مريم ان شاء الله صوتك يكون وصل للمسؤولين، وان شاء الله ربي يلطف بينا ويلطف بباقي العباد. بعض انا نقول حاجه للمسؤولين من هذا المنبر اختي كريمه باختصار فقط يا مريم. معليش اختي كريمه، نقول لهم انتم اللي عند ربي، انتم الاولين اللي مسؤولين عند ربي سبحانه، انتم الاولين اللي تسالوا عند ربي سبحانه. نعم ان شاء الله. اذا كش ما صرا فينا عند ربي والله ما نسامحوكم. ربي يلطف بينا وبكم ان شاء الله يا مريم، وان شاء الله يعطيكم الخير اختي كريمه. سالمين وان شاء الله ربي يفرج عليكم. شكرا لك يا مريم. نعم الذي ضيق الوقت ربما امين قلبك راه معمر عليهم. تفضل بي نصيحه ولا رسالتك مباشره للمسؤولين. عندي زوج رسائل. دوكا مثلا كانوا حول القصبه، كاين سكان في القصبه يا نجيه من وقت الزلزال، من وقت الزلزال تشوفي القطره تاع الماء تدخل عندهم، شادينها الديار بالمادري. ايماجيني دوكا في وقت الشتاء هذه القصبه يبداو يتحوا دار بدار، علاش ما يروحش لهم؟ كاين ناس الضوك ما يرحلوا ناس، بصح مازال ما رحلوش ناس. كاين المسؤولين فقط نعم، كاين مسؤولين، ماذا بينا شوف نحطوا يدنا في يديكم وكاع نتعاونوا ونخدموا بلادنا. بعض الكوارث نعم علاش باش تبين الغلطات والاخطاء تاعنا. ربي كيبعثنا الكوارث ماشي معناها ربي ما يحبناش، بالعكس باش يبين تقاعس المسؤولين، باش يبين يرجع العبد للطريق. لازم احنا نتعاونوا، لازم نعاودوا نشوفوا النقاط السلبيه هذه، نعاودوا نسقموها، نرجوها ايجابيه. شكرا لك امين على الحضور. السيده فريده حرحر، ربما رساله او اخر كلمه بمناسبه هذا الموضوع. انا نوجه رسالتي لكامل المواطنين ماشي غير المسؤولين، بيسكو رانا في الكارثه، دونك كل شباب احياء ولا يروحوا يعاونوا هما ثاني باش بلوتو نواجهوا هذا الكارثه. دونك ما نتكلوش درك غير على المسؤولين، كل واحد راه مسؤول على نفسه، بصح حنا باسكو رانا في الكارثه دونك ماذا بيا كاع نتعاونوا باش الامطار راح تكون طبعا، دونك ما نعاودوش هذا ان شاء الله. شكرا على تلبيتك، ربي يكون معك كامل اللي. شكرا على حضورك معنا فريد. شكرا لك. نوجه كلمه بك لسائقي السيارات والمركبات انهم يروحوا بالعقل، انهم يحترموا مسافات الامان وحتى اشارات المرور، لانه رانا في وضع الكارثه واحده تكفينا، ما خصناش كوارث اخرى. وكما سبق وقلت هي مسؤوليه جماعيه، وقبل ما يكون واحد مسؤول على واحد لازم كل واحد يكون ضميره مسؤول عليه. اقول وكما دائما نقول لكم في نهايه برنامج 100% جزائري، ما عندناش بلاد اخرى ترفدنا، دونك بالعقل على بلادنا. نتلاقاو ان شاء الله.